أنا أندري معلولي، قائد أوركسترا وحالياً مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون دار الأوبرا بسوريا. أول لحظة حسيت أنه بدي يكون مايسترو كانت بعمر 10 سنوات، لما أهلي كانوا يتركوا البيت ويروحوا زيارة وأنا أبقى لحالي أخذ كراسي غرفة الصفرة وأرجع صفهم كأنهم أوركسترا، وحط سيمفونية حتى كانت تماماً سيمفونيات بيتهوفن، وبلش اشتغل أنه أنا عم قود هيدي الأوركسترا بدون ما يكون قدامي نوتات للأوركسترا. موسيقى بيتهوفن موسيقى آسرة للإنسان، فيها أمل، فيها قوة، فيها تحدي، فيها شجاعة. بالمختصر موسيقى بيتهوفن بتعبر عن كل المشاعر الإنسانية في الحياة. أسلوبي بقيادة الأوركسترا مستوحى دائماً من مشاعر المؤلف أثناء كتابة القطعة. ضروري جداً أنه يكون الكوندكتر عنده كاريزما، قادر من خلاله يوصل الفكرة للموسيقيين ليقدروا يبدعوا ويصيروا كتلة واحدة توصل الرسالة للمتلقي اللي هو الجمهور.